اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في اهم العناوين. من صحيفة الزمان: الاحتجاجات تدخل شهرها الثالث للمطالبة برحيل الفاسدين واصلاح الاوضاع. ومن الشرق الاوسط: كتلة البناء تتحدى الشارع وترشح محافظ البصرة لرئاسة الحكومة. من العربي الجديد: انتفاضة العراق رفض لمرشحي الأحزاب وملثمون يطعنون محتجين بكربلاء. من موقع الهيئة نت: إصابة متظاهرين طعنا بسكاكين الميليشيات الحكومية في كربلاء. ومن القدس العربي: محتجو الديوانية يضرمون النيران بمقر فصيل شيعي مقرب من إيران. ومن المدى: الشطرة تبحث عن 4 متظاهرين مغيبين وتتهم أحد البرلمانيين بتغييبهم. ومن الخليج الإماراتية: مفوضية حقوق الإنسان مقتل 489 متظاهرا منذ انطلاق الاحتجاجات. قالت صحيفة العربي الجديد إن حدة التظاهرات الشعبية في بغداد والمحافظات تصاعدت مساء الأربعاء بموازاة تمسك تحالف البناء بتقديم مرشحين تابعين له لرئاسة الحكومة. وأضافت الصحيفة أن الآلاف من المتظاهرين توافدوا إلى ساحات التظاهر ورفعوا لافتات ترفض ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني لرئاسة الحكومة أو أي شخصية متحزبة أخرى. بعيد الإعلان رسمياً عن استبعاد قصي السهيل من سباق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي جرى التوافق حتى الآن على أن تكون مؤقتة وبمهام محددة وبكابينة لا تتجاوز 15 وزيراً، يبرز الآن اسم أسعد العيداني محافظ البصرة في الواجهة كمرشح لتحالف البناء. لن يختلف رد فعل الشارع إزاء ترشيح العيداني عن سابقه بعد الرفض الشعبي الواسع لقصي السهيل الذي يعتبر الذراع السياسي الأبرز في ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي وأحد الذين تدعمهم إيران للمنصب من خلال تحركات قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني والموجود في بغداد مع القيادي بحزب الله اللبناني محمد كوثراني الذي يمارس بدوره ضغوطاً على قوى عربية سنية لتمرير السهيل، وهي الضغوط التي مورست أيضاً قبل ذلك في حراك ترشيح محمد شياع السوداني للمنصب ذاته وأجهضت بسبب رفض الشارع. وتنقل الصحيفة عن مراقبين للشأن العراقي قولهم إن ترشيح العيداني قد يعتبر محاولة كسب وقت كون الخطوط الحمراء تحت هذا الاسم كثيرة داخل العراق وفي البصرة تحديدا، وبالنظر إلى ارتباطاته السياسية أيضا، عدا عن أن النجف نفسها أكدت في أكثر من مناسبة سوء أوضاع البصرة. الصحيفة تشير إلى أن ترشيح تحالف البناء لأسعد العيداني قد يفهم منه أنه لإجبار الكتل السياسية الأخرى على القبول باسم آخر غيره قد يقدم خلال اليومين القادمين على اعتباره أنه أفضل من المرشحين الذين سبقوه، في وقت تشير التسريبات إلى عدم موافقة رئيس الجمهورية برهم صالح على تكليفه وعدم إمكانية مروره بكل الأحوال. لا تزال الكتل السياسية تواصل الرقص على الحبال، وحين يشتد غضب الناس وتخرج للتظاهر ضد الظالم تخرج علينا تلك الكتل ومعها الحكومة وهم يحملون الكواتم أو يمارسون لعبة الملاكمة مثلما يهوي محافظ البصرة أسعد العيداني الذي كان يريد أن يوفق بين عضويته في مجلس النواب ومنصبه كمحافظ، ثم بات مرشحا لمنصب رئاسة الوزراء. علي حسين يقول في صحيفة المدى أنه ليس هناك أكثر بؤسا من تلك الأحزاب التي جعلت معركتها من أجل الكراسي أشبه بلعبة سيرك على الحبال هربا من التصدي الجاد للمشكلة.
منذ احتجاجات تشرين الأول والقوى السياسية تمارس طنيناً مضحكاً، وكأن البرلمان جاد في معالجة الأزمة، أو كأن القوى السياسية لا تنام قبل أن يحقق المتظاهرون كل ما يتمنونه. وتحولت الأزمة السياسية إلى عرض لخطب مضحكة، وتم رسم خريطة هزلية لعملية الإنقاذ، ونسي الجميع أن ألعاب السيرك السياسية لا تصنع سوى الخراب. راقصو السيرك لا هم لهم سوى الضحك على الناس والسعي إلى إشغالهم بألعاب مثيرة. في كل يوم يحاول البرلمان أن يخدع العراقيين بأن الحكومة شيء ومحمد الحلبوسي الثائر شيء آخر، ونجدهم ينشطون في ترويج نكتة أخرى تقول إن البرلمان سينتشل العراق من الفوضى وغياب العدالة الاجتماعية، لنكتشف أن أكثر من ثلث البرلمانيين لا يزالون يتمتعون بإجازاتهم، وأن قادة الكتل من النواب يستنكفون الجلوس تحت قبة البرلمان وأداء القسم. لعل من بين أكبر المنغصات التي تواجهني هي حالة أسعد العيداني الذي يتوهم أن المتظاهرين يريدونه رئيساً للوزراء. حالة المحافظ وأشباهه من سياسيي العصر الجديد أدت إلى خراب واحدة من أهم وأغنى مدن العالم، وأعني بها البصرة. فالرجل يعتقد أنه جعل البصرة تنافس دبي وسنغافورة في الاقتصاد والرفاهية الاجتماعية والخدمات. الكاتب يقول إن أدوات العراقيين في التظاهر هي الهتاف والكتابة والرسم والغناء، أما الساسة فيستخدمون أدوات مختلفة في الاحتجاج ضد الشعب، هي المسدسات والعبوات اللاصقة والخديعة من أجل تنصيب شخصيات فاشلة وانتهازية لم يعرف لها التاريخ مثيلا. كشفت وقائع الأسبوعين الأخيرين هشاشة الطبقة السياسية وتفككها وارتباكها وعدم صمودها أمام مطالب الانتفاضة، رغم تمترسها خلف أعتى أدوات القمع والبطش التي تنفذها الميليشيات المسلحة بحقد دفين من خارج الحدود على هذا الشعب العظيم. ماجد السامرائي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن الضغط الشعبي أزاح كل الأقنعة السياسية للأحزاب، ومن أهمها احتمائها خلف الدستور الذي دائماً ما يتعرض للاختراق والتحوير عبر مؤسسات التفسير القانوني، وعلى رأسها المحكمة الاتحادية التي ظلت المنصة الواقية للمصالح الحزبية. تستمر المناورات وتحدي الشعب في ملف ترشيح رئيس وزراء جديد من قبل الموالين لإيران، متمثلة في كتلة البناء المدعية أنها الكتلة الأكبر رغم انتهائها منذ عام 2018، وكأنها ما زالت متمتعة بزهو عهدها فتقدم الاسم تلو الآخر. ويوم الأربعاء طرحت ثالث الأسماء، والذي سيكون مصيره كقبله بالرفض الجماهيري من ثوار ساحات الاعتصام، حيث تؤكد هذه القوة الجديدة أنها الكتلة الحقيقية الأكبر وليست تلك القوى التي أصبحت جزءاً من عهد انتهى فعلياً بعد الأول من أكتوبر الماضي. الإرباك الآخر للأحزاب وقع داخل البرلمان المنفذ لإرادتها عبر المناورات خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن الأحزاب الكبيرة لم تتمكن من التوافق بينها في هذا الظرف الذي يحاول فيه كل حزب الدفاع عن مصالحه الخاصة دون وضع اعتبار لزمن التحالفات السابقة، خصوصاً أن التفكك والانهيار حصلا في جسم التحالف الشيعي ذاته، بما يشير إلى آخر محاولات التشبث بالحياة. هذه أمثلة لوقائع تكشف ما حققته الانتفاضة من ارتباك للأحزاب المتسلطة بقوة السلاح بعد انتصارها بإزاحة حكومة عبد المهدي، رغم المحاولات اليائسة لأدوات إيران تشويه سمعة أبطالها وتصويرهم بالعملاء المنفذين لأجندات أمريكية وإسرائيلية وسعودية، حسب ما صرح بذلك زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.
الكاتب يقول إن الأحزاب ما زالت تواصل فصول مغامرتها بالتشبث بأغصان السلطة التي كسرت عاصفة التغيير الشعبي هياكلها وقوتها الخادعة، ولا تريد الاعتراف بهزيمتها أمام الشعب لتكشف عن مستوى التردي السياسي الذي وصلت إليه، في وقت يبدو أن نظام طهران محاصر هو الآخر بعدم قدرته على تقديم خيارات الحفاظ على قاطرة الحكم في العراق التي انفلتت عن السكة وفي طريقها إلى الهاوية. أخيراً وبعد المماطلات والتسويف، نجح برلمان الأحزاب والكتل السياسية الفاسدة بتشريع قانون جديد للانتخابات يضمن سطوة هذه الأحزاب في التحكم بالعملية الانتخابية والالتفاف على مطالب المتظاهرين من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس دائرة انتخابية لكل قضاء. أياد السماوي يرى في موقع كتابات أن هذه المادة تحديداً ضمنت للأحزاب الحاكمة سيطرتها المطلقة على الانتخابات القادمة والاستحواذ على كل المقاعد في الدائرة الانتخابية الواحدة. ليعلم العراقيون والمتظاهرون في ساحات التحرير أن قانون الانتخابات الفردي حتى لو كان 100% لا قيمة له إطلاقاً ما لم يعتمد على الدوائر الصغيرة المتعددة. نائب واحد لكل دائرة انتخابية يكون الفائز فيها من يحصل على أعلى الأصوات وبنسبة 50% زائد واحد، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تفكيك الإقطاعيات السياسية الحاكمة التي نهبت ثروات البلد وثروات أجياله القادمة. إن إقرار قانون الانتخابات الجديد من قبل برلمان الكتل السياسية الفاسدة هو التفاف فاضح على مطالب الشعب المنتفض على الفساد والفقر، واستخفاف بدماء شهداء الشعب الذين سقطوا من أجل الإصلاح والتغيير ومن أجل عراق خال من الفساد والفاسدين. إن تشريع برلمان كتل الفساد لهذا القانون الذي اعتمد الدوائر الكبيرة قد أثبت أن هذه الطبقة السياسية الحاكمة عدوة للشعب وللمرجعية الدينية التي طالبتها بقانون عادل يمنع تحكم الأحزاب الحاكمة بالعملية الانتخابية. إننا ندعو جماهير الشعب المنتفض ضد الفساد والفقر والتسلط وكل المؤسسات والنخب الثقافية إلى رفض هذا القانون السيء وشرح أبعاده ليس على العملية الانتخابية فحسب، بل على مجمل العملية الديمقراطية ومستقبلها في العراق. الكاتب يدعو العراقيين الغيارة والمنتفضين في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات الأخرى إلى عدم الانخداع بهذا القانون الفاسد، فأحزاب الفساد سحقت بأقدامها على دماء شهداء شعبنا من خلال تشريع هذا القانون الذي يضمن تسلطها على رقاب العراقيين. رصدت صحيفة لوموند الفرنسية أجواء الاعتصام في مبنى المطعم التركي المطل على ساحة التحرير وسط بغداد، حيث يستخدمه المعتصمون لحماية المتظاهرين من عمليات القنص التي تطالهم من قبل القوات الحكومية. ونقلت الصحيفة في تقرير لها مشاهد من داخل المبنى المهجور المكون من 12 طابقا حول تعامل المحتجين المتواجدين داخل المطعم فيما بينهم، فضلا عن جذورهم المتنوعة التي تمتد إلى محافظات مختلفة تجمعهم رؤية واحدة. الصحيفة تشير إلى أن المتظاهرين يسيطرون على مبنى المطعم التركي منذ 24 من أكتوبر تشرين الأول قبل ساعات قليلة من استئناف الاحتجاجات ضد السلطة، وذلك لمنع القناصة من اتخاذه موقعا لهم، خاصة أن المحتجين مقتنعون بأنه من فوق هذا المكان تم قنص العديد من زملائهم. وترى الصحيفة أنه بدون وجود هذه القلعة المرتجلة فإن إخضاع ساحة التحرير القلب الرمزي لحركة الاحتجاج الوطنية كان سيتم بسهولة بالغة من قبل القوات الحكومية. ومن هذه القلعة المهجورة جمعت الصحيفة شهادات العديد من المتظاهرين الشباب وشخصيات المعارضة الذين أكدوا
أن لا فرق بين أي منهم على أساس الدين أو المنطقة التي ينتمي إليها، فكلهم عراقيون طموحهم الوصول إلى وطن يستوعب الجميع ويعاملهم بعدالة وبدون تفريق. ومن بين المحتجين نجم البالغ من العمر 18 عاماً القادم من محافظة الأنبار إلى بغداد، يقول إنه قادم للتعبير عن مطالب الناس بتحرير البلاد من الفاسدين ومن الأحزاب. وتضيف الصحيفة أن الجميع هنا يعرفون جيداً أن معارضة الحكومة والميليشيات تعني المخاطرة بالاعتقال أو الاختفاء دون أن يعرف أحد من الذي اختطفهم. وقد حدث ذلك بالفعل للعديد منهم أثناء العودة إلى منازلهم. تختتم الصحيفة الفرنسية تقريرها بالقول إنه رغم اليأس الذي يصيب المتظاهرين في بعض الأحيان من جدوى ما يقومون به، فإنه من المؤكد أن العراق لن يعود كما كان بعد اليوم، فالشباب في ساحات التظاهر يريدون تأمين مستقبل أفضل لبلادهم. كثيرة هي الأرقام القياسية التي سجلها ساسة الفشل في العراق منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003، بعد أن هيمنوا هم وأحزابهم على أمور البلاد والعباد، فعاثوا في العراق فسادا وخرابا ودمارا. سامي الزبيدي يقول في صحيفة الزمان إن الرقم القياسي الجديد الذي حققه ساسة المنطقة الخضراء هو أن العراق بات أكثر دولة في العالم في عدد المفقودين والمغيبين. هذا الرقم القياسي الجديد لم يأتي بسبب عمليات داعش، لكن بدأ التسجيل به منذ الأيام الأولى للاحتلال، وكان على ثلاثة أقسام. القسم الأول كان مع بدء الميليشيات التابعة للأحزاب التي دخلت مع الاحتلال عمليات القتل الطائفي والاغتيالات والخطف والاعتقالات وبروز ظاهرة الجثث المجهولة الهوية. والقسم الثاني المغيبين في السجون السرية، فقد كشفت منظمات دولية في زمن حكومة المالكي عن وجود سجون سرية لم تخضع لرقابة المنظمات الدولية ولم يعرف أعداد الموجودين فيها، حيث كانت تمارس ضدهم أبشع عمليات التعذيب والقتل والتغييب. والقسم الثالث وهو ذو عدة أصناف. الصنف الأول الذي ظهر مع بداية احتلال داعش لعدد من المحافظات والمدن، حيث كانت هذه العصابات تخطف وتقتل المواطنين وتدفنهم في مقابر جماعية. والصنف الثاني من القسم الثالث بدأ مع بدء عمليات تحرير المدن، ووجهت الاتهامات فيه إلى بعض فصائل الحشد الشعبي، حيث تم اعتقال وتغييب الآلاف من سكان نينوى وصلاح الدين والأنبار. والأعداد الهائلة لهذا الصنف كانت لمختطفي الرزازة وجرف الصخر بحجة تعاونهم مع داعش. وقد وجدت جثث المئات منهم في مقابر جماعية أو في الطب العدلي، ولا زال عشرات الآلاف منهم لم يعرف مصيرهم حتى الآن. يضيف الكاتب في القول إن المشكلة في هذا الملف هي أن الحكومة العراقية لم تعرف أعداد هؤلاء المغيبين، ولا تعرف شيئا عن أماكن تغييبهم، ولم تستطع إجابة منظمة حقوق الإنسان الدولية ومنظمة حقوق الإنسان في العراق عن استفساراتها بصدد هؤلاء المغيبين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا في مناطق خضعت لسيطرة داعش، أو أنهم معارضون للعملية السياسية العرجاء. شهدت مدينة كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو الأمريكية عشية عيد الميلاد جريمة غير عادية، حيث نهب رجل معمر مساء يوم 23 من كانون الأول الحالي بنكا وسرق أمواله، ثم خرج منه وبدأ يوزع الأموال على المارة. قالت صحيفة القدس العربي إن المارة جمعوا بعض النقود وأعادوها للبنك، في حين توجه لص عيد الميلاد إلى مقهى لسلسلة ستاربكس القريب وجلس وكان فيما يبدو ينتظر إلقاء الشرطة القبض عليه. أفادت وسائل الإعلام المحلية أن رجال الشرطة لم يضبطوا أي سلاح لديه عند احتجازهم له،
وأعلنت شرطة المدينة أنها كشفت هوية سانتا كلوز، وهو المواطن الأمريكي ديفيد أوليفر البالغ من العمر 65 عاماً، فيما رفضت ذكر المبلغ المسروق من البنك واكتفت بالقول أن المقصود بالأمر هو آلاف الدولارات. والآن إلى الكاريكاتير. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.